وقواتنا يواصلون تقدمهم في حي الخالدية بحمص، حيث بسطوا سيطرتهم الكاملة على مدرسة عمار بن ياسر والكتل السكنية في الشوارع المحيطة بها. بعزيمة ومعنويات عالية يسطر رجال قواتنا الميامين صفحة جديدة من صفحات النصر على العصابات الإرهابية المسلحة في حي الخالدية، حيث تم السيطرة على مدرسة عمار بن ياسر والأبنية والشوارع المحيطة بها. ها هي إذا مدرسة عمار بن ياسر في حي الخالدية كما نشاهد بالصور. أيضا الكتل المجاورة سيطرت عليها بواسل الجيش العربي السوري بالكامل هذا الشارع المحيط بالمدرسة، كما نشاهد عمليات التخريب والدمار التي أحدثتها العصابات المسلحة. إذا ننتقل من شارع إلى آخر عبر الأبنية في حي الخالدية. استطاعت قواتنا بعد السيطرة على مدرسة عمار بن ياسر مثل ما مبين معكم بالصورة، استطعنا نأمن الأبنية الموجودة حواليها بشكل كامل، وعم نتابع التقدم هلا باتجاه العمق بشان التأمين واستمرار السيطرة على باقي المنطقة الخالدية، ومنكون هيك حققنا تقريبا السيطرة على جزء كبير من حي الخالدية. وشبابنا عم تتابع التقدم مشان السيطرة على باقي القوى على باقي المناطق واقتحام بقية الشوارع والأبنية ضمن حي الخالدية. العلم الوطني السوري مرفوعا في حي الخالدية، وأبطال الجيش العربي السوري يسطرون الانتصارات ضد الإرهابيين. لأخبار التلفزيون العربي السوري، معين درغام، حي الخالدية.